الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم مع انطلاقة شوط الختام مع سن اللقاية، شوطنا الخامس والعشرون للبكار. اللقاية أبدأ مع أول المراكز، أبدأ مع أول التحديات. التماس يقدمها مبارك بن سهيل بن غصن العامري مع أول المراكز، يقدم لنا التماس ويحضر مع حضور التماس مع أول التحديات. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والحاضرة يقدم لنا هذه اللحظات الظبي لسالم بن علي بن هديب المسعودي مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة غادة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، بينما القادمة مع المركز الرابع من الجانب الأيمن أتابع انطلاقة صدى محمد بن حماد بخرايط العامري، والمركز الخامس القادمة في هذه اللحظات هنا الظبي سالم بن علي بن هديب المسعودي، وأتابع القادمة الظبي بالفعل هي القادمة والحاضرة في هذه اللحظات، بينما أتابع الوصول اللي وصلت الشامخة لمحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، يقدم لنا شعاره وكذلك حضور من ذخيرة عوض بن خويت بن بخيت العامري، العودة من جديد إلى التماس إلى بن غصنة وشعار بن غصنة إلى انطلاقة التماس وحضورها لمبارك بن سهيل بن غصنه العامري، يقدم لنا التماس مع أول المراكز مع أول التحديات. المركز الثاني القادمة الشامخة محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، يقدم لنا انطلاقة هنا الشامخة وحضورها، بينما القادمة في هذه اللحظات أتابع انطلاقة غادة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، من يقدم لنا انطلاقة شعاره، بينما الحاضرة هنا الوسمية محمد بن سالم بن علي الدرعي، بينما أتابع بينما القادمة الظبي لسالم بن علي بن هديب المسعودي، يقدم لنا شعاره واللي وصلت واللي حضرت في هذه اللحظات. أتابع شعار حمدان بن سعيد بن حمدان الدرعي، ولكن العودة من جديد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الشامخة محمد بن عبد الله بن ياعد بن ياعد الحميري، يقدم لنا انطلاقة الشامخة المركز الثاني الوسمية محمد بن سالم بن علي الدرعي، وثالثا التماس مبارك بن سهيل بن غصنه العامري، بينما المركز الرابع القادمة الظبي لسالم بن علي بن هديب المسعودي، ولكن اللي تحركت وتابع شعار حمدان بن سعيد بن حمدان الدرعي، يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ذخيره ولا نجوى بالفعل نجوى، ولكن بن ياعد يتحرك مع المركز الاول، يتحرك مع الصدارة مع الابداع، هنا مع المقدمة هنا مع الصدارة، نجوى مع المركز الثاني حمدان بن سعيد بن حمدان الدرعي، ولا الشامخة الدرعي، ولا بن ياعد ما زال مع الصدارة، ما زال مع المركز الاول، وبن مقارح قادم
نجوى 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 ولا أيضا الشامخة الشامخة ولا نجوى بن ياعد ما زال صامد ما زال صامد مع الشامخة مع الشامخة بن مقارح ولكن سلام سلام يا بن ياعد سلام يا شامخة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حضور نجوى حمدان بن سعيد بن حمدان الدرعي. المركز الثالث اللي هي غادة لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. والمركز الرابع كان حضور الوسمية محمد بن سالم بن علي الدرعي. المركز الخامس اللي هي ذخيرة لعوض بن خويت بن بخيت العامري. تهانينا لمالك الشامخة محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري من قدم العرض المميز في هذا الصباح. 6 دقائق ثانيتين بدون اجزاء من الثواني. تهانينا والف مبروك المركز الثاني. نتابع اللي هو شعار بن مقارح بالفعل للمركز. 6 دقائق ثانيتين وجزئين من الثواني. المركز الثالث كانت ايضا اللي هي نجوى بشعار حمدان بن سعيد بن حمدان الدرعي. 6 دقائق وثانيتين وجزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.